فيفا، وصفات كنت طلبتوها، وصفات ما وراء العيد. اليوم راح يكون منيو كما يقولوا بيتوتي، على حاجة يحبوها دراري، على تحلية خفيفة. يعني منيو إن شاء الله يعني راح يعجبكم. أول شيء كما قال نرحب بك بجمهورنا ثاني مرة، نقول لهم إن شاء الله تجوزوا أوقات ممتعة معنا. في انتظار حبيبتنا سمية، راح نقول لكم واش راح نديروا هكا بالمختصر، وأكيد راح نشوفوا باقي الخطوات مع بعض في باقي الوقت اللي يبقى لنا. راح نديروا اليوم دجاج. الدجاج درناه يعني بليزيوغ فوا، اشاك فوا نديروه كنا نديروا يعني صدر الدجاج مقرمش، وكانوا يسقسونا في تساؤلات اسكو لا ميم يطوط نطيبوه بها يعني باقي مكونات الدجاج. يعني انا اخترت ندير كرانشي الدجاج، يعني حنديروه مقرمش. اخترت ندي لي كويس تاع الدجاج، يعني نقيناهم وبلا ما نروحوا نغلوهم ولا نديروا يعني يغلوه في الماء ومن بعد نديروا لهم هذه الخطوات تاع نعطوهم القرمشه. راح ديريكتومون نشوفوا مع بعض كيفاش نتحصلوا على دجاج طيب بيان داخل وبرا راح يكون مقرمش. اخترت ندوز لكم اليوم مع يعني حاجه صغيره هكا، بطاطا في الفوق راح تكون سهله في حط ما نقليوها. راح نديروها مباشره في الفوق، راح ندير لها شويه يعني توابل، وراح ندير لها ثاني مكونات باش تجي بنينه. راح نرافقوها بهذا الطبق، وكذلك ندو له شويه تاع نديروا شويه سلطه. راح نديروا سلطه الجزر اليوم. والتحليه تاع اليوم بزاف هايله، راح نديروا بريوش على بان الحلوه بدات تخلص. راح نديروا بريوش اليوم بالكلاصاج غوشي، راح نفرسيه لداخل ونزيدوا نديروا له الوتش الفوق، راح نديروا له كلاصاج غورمون، راح يكون بالمكسرات. حاجه يعني حاجه خفيفه ظريفه لكن بزاف بنينه. راح نبداو اولا، راح نبدا انا في الدجاج تاعنا. قبل ما نبدا في الدجاج راح ندير التتبيله هذه تاع البطاطا باش نديروها في الفوق، يعني نرموها في الفوق هكا نتوما في الدار. ديروا هذه، انا مقود سهله نديرها بزاف كي نكون دايره هكا دجاج ولا دايرين يعني اي حاجه اللي بروتين اللي يعني يجي معاها. ندير هذه البطاطا في الفوق، نستعمل 3 حبات بطاطا، اكيد يقعد حسب افراد العائله. كنت نقيتهم وقطعتهم، شو كيما نقطعوا الفريت ديرهم شويه كبر هكا باش يتحمروا بيان في الفوق. تقدروا ديروهم غير هما، المكونات اللي حنقولهم دوكا تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، سا ديبون المكون اللي تحبوه. راح نزيد حبه فلفل قطعتها هكا بالطول، وراح نزيد حبه تاع بصل وحبه تاع طوماطيش. كنت درتها من قبل الموسم اللي فات، نحيت البصل كنت دايره سنه ثوم، ودرت البطاطا درت لها برك البابريكا والاوريغانو والزيت ودخلناها في الفوق. هنا زدت لكم البصل، هذا النوع من البصل سورتو الابيض هذا دوكا كاين، واش مليح فيه؟ فيه نسبه حلاوه مليحه، دوك يتكرمل ويتقلى معاها لداخل في الفوق يعطيها كو بزاف بنين. طبق يعني تقدروا تقولوا صحي باغابوغ البطاطا مقليه اللي نقلوها. دوك واش ندير هنا؟ قطعت كلش طوليا، يعني الشكل يقعد هكا اختياري، بصح هذا الشكل يجيكم شباب كي تطيب وتقدموها. واش راح ندير؟ راح نجيب لها توابل ملح، شويه تاع البابريكا هكا خفيفه كي نستفها في السليمه باش نحطها، وشويه تاع الزيتره او الزعتر، يقعد لكم اختيار اونتخ الزعتر البري ولا الزعتر. دونك راح نحط البطاطا تاعنا. اول شيء نخلط كاع المكونات تاعنا. هنا واش ندير؟ نسي كي ندير نسبه، ندير يعني كميه قليله من الزيت. هذه الكميه قليله من الزيت نسي ندخلها كاع في البطاطا تاعنا، نغلفها كاع بحبات البطاطا تاعنا هكا، كي ندخلها في الفوق راح تتحمر وتجي بنينه. اهلين، واش رايكي؟ واش رايكي انت؟ صافا اليوم، اسفه على التاخير. اهلين سيلا، صافا بون بيان. يسلمك حبيبتي، مساء النور على اغلى جمهور، جمهور قناه الشروق وكل متتبعين. اليوم راهي شويه الشتيوا عندنا، اللي راهم الناس في الجزائر العاصمه، وحنا كي طيح الشتيوا اكيد تتغلق الطريق، فلقيت شويه سركاله على هذيك اتاخرت. قلتي لهم شنو راح ديري لهم اليوم؟ يوم قريب لينا بلا بيك. لا لا انا في الماكله نجي، ما تخميش نجي روطار بصح نجي. راح ندير دجاج كريسبي هكا كما درناه بعده الطرق، كان يقول لنا اسكو يعني كاع نديرو بنفس الطريقه وهي طيب. اليوم راح نديروها مع بعض بلا ما يغلي بلا ما والو. راح نديرو بطاطا في الفرن بالخضار تتقلى باش نخرجوا على المقليه. كنت درتها قلت لهم الموسم اللي فات بالثوم والزعير الزعتر وتقلات صحيه هي. هاد الخطا درت له هالبصل، هاد البصل بزاف مليح، هاد البصل الابيض ودخل فيه نسبه من السكر. وراه طويل ولا ايه حبه بيو البيض؟ البصل الابيض ايه فيه نسبه من السكر مليحه، دوك يتقلى مع الطوماطيش مع الزعتر وكاع يمدبو هايل. وسلطه، وعندنا بريوش بصح حلوه خلاصت.
دخلنا بريوش درناه فاغسي لداخل وبرا عنده ان كلاصاج غوشي ان كلاصاج غورمون حاجه خفيفه و... خفيف هذا واش يحبوا هذا واش يحبوا كملي لنا رحبتي بكل الممولين ولا رحب بهم؟ يسلم فيك يلا خليك مع الخضر انا لازم نرحب بكل الممولين اللي حاضرين معنا ونذكركم بالرقم الهاتفي اللي راهو في خدمتكم 023 70 92 94 اتصلوا بنا على هذا الرقم وتواصلوا مع الشيف كريمه ام فارس علي. بالنسبه للممولين تعودتوا عليهم كامل انهم يكونوا حاضرين معنا في كونتوار الو شيف شوكولا باتيسي حاضره معنا بتشكيله من الشوكولا بيضاء سوداء بالحليب وكذلك بالبندق بالاضافه الى كذلك ممول اخر كذلك تعودتوا عليه مشاهدينا سوسيمي كسكس سوسيمي اللي حاضر معنا دائما في الكونتوار وحاضر معنا كذلك بليتاغلياتيل تاع سوسيمي كذلك المنتوج اللي راهو داير حاله ممول اخر كذلك لابيل حاضر معنا مجمع لابيل بارز بسمتي هذا الارز النوعيه تاعو بزاف جيده حديري ارز اليوم لا لا كي قلتي بسمتي ديجا راني نخمم باش ديري لها روز ولا باسكو حطيتي في الانستغرام روز ودجاج وكاع باش بلي حتى الشتي كون درنا رحت في الخفائف كملنا لهم في سمانه الخفائف هكا باش كيما يقولوا يعني طلبوا احنا تلبيه طلبيهم نحبوا لازم نلبوا لهم الرغبات مو الاخر كذلك مشاهدينا مارغرين ماني حاضر معنا ب مارغرين ماني وكذلك سمن هذا المنتوج الجديد اللي راهو في الاسواق وكذلك منتوج الحاره او ممول الحاره كذلك اللي حاضر معنا بطماطم الحاره وكذلك مايس وكذلك الفطر يعني الفطر والذره حاضر معنا كممول للبرنامج عندهم العديد يعني من المنتوجات مشاهدينا والناس اللي راهم في العمل ديالهم تلقاو البث ديالنا المباشر على الصفحه الرسميه دائما لقناه الشروق تيفي اللي راح نذكركم بها بعد قليل نعاودوا نرجعوا الان الى كريمه الله الله انا شحال تعجبني هذه تاع ديري الخضره في البلا وديري لها تتبيله قلت لهم بورتون درناها الموسم اللي فات التذكير فقط كنا نحينا باك البصل منها درنا سناته مع ديك الطوماط كي تحمر مع البطاطا وما تقعديش تقلي هاد الخطا درت لهم بالبصل وشويه تاع الاوريغانو وندخلوها الفرن تتحمر تخي بيان ونسبه الزيت ما تكونش بزاف درنا قليل وشنو كيما درت دوكا حركوا كاع الحبات مع يعني شاك حبه تتغلف بهذاك الزيت باش تحمر راح نديرها في على 200 درجه الفوق والتحت باش تحمرنا بيان اللي ما عندوش تانيك من الفوق ما تشعلش اشعلوها من التحت كي تطيب زيدوا قلبوها غير هكا ولا تشعلوها شويه من الفوق دوك هكا راح نزيد لها رشه تاع الزعتر البري اللي كانوا يقالوا لي على الزعتر الزعتر اللي نستعملوه يعني ما نقول لك في ليتيزان يستعمل للطبخ ولا اللي عنده زعتره في الدار يقدر كذلك يزيدها هذه تمد طعم بزاف بيان الماكله تاعنا انا نشعل الفرن نحطها هكا باش نحو حاجه من الطريق سهله كي يديروها في الدار ونروحوا للطبق تاعنا اكيد قالت لكم ثاني راح نشوفوا وشنو هذاك قلت لي بريوش بالكلاصاج غوشي دونك ندير هذه في الفرن وندول الدجاج تاعنا نهضروا عليه باسكو كانوا بزاف قلنا لازم نغلوه لازم يقعد مده في الحليب يعني دوك نقول لهم خطوات وعسير الخطره اللي فاتت كنت معاك درنا لاموس تاع الجوزيه كانت بزاف بزاف بنينه هذيك لاموس وللعلم اني ديت لاباغ تاعي قعدت ربع ايام في الفريجيدار على حالها ما دارت ما دارت قعدت مزيه باسكو نقول لك على يوسف يوسف اكيد فيها المذاق تاع العسل الحر على درجه الغاليه اللي خليناها في العسل كي قلت لهم لازم يغلي باش يعقم البيض والبيض يكون طلع هذيك باش تقعد لهم باش تقعد لهم يعني مده يقدر تقعد بلاص بصح باش تقعد تقعد بهذا لا لا انا كليت الشيء هي تلمو الحلوش وما تقدريش تاكلي زعما كونتيتي كبيره صافي كليت كونتيتي قليله وخليتها نحب زعما في الليل دائما ناكل شويه هذه تاع وهي حاجه ماشي مليحه انه ناكلوا الحلو في الليل ما ديروش طبيعي بصح قعدت كما قلت لكم ربع ايام وقيله ولا بلوس قعدت على حالها قعد نفس القوام كلش نفس الذوق نفس بنينه بزاف صحتك وحتى لي ساندويتش هذوك تاع خبز فوكاتشيا كل درنا خبيزات رطيتي نهار الخبيز درنا خبيزات بزاف كان غوتو شباب عليه واش معناتها وما ولي تاع المعجون بنافي تما راكي ديري في والله غير والو انا نديرو الله الله جمهورنا دائما نرضوا يا غير الاثنين درنا ساندويتشات كملنا قلت لكم الوصفات المليحه ديرهم سبت حد الاثنين اكيد تشكري في اللي كنت ديروا مع احتراماتي اسيا سبت حد الاثنين قال لك الاسباقون ولا الاكبارون وكاع هما اللي الاكبارون اكيد تشكري تاع الاثنين
لا لا ما شاء الله, شاء الله. شوفي الاسبوع هذا ولا كل يعني الاسابيع وكل الايام اللي شاف يعطيكم يعني دائما اروع الوصفات, لكن نحب انا وحده من الناس نحب هذه الوصفات الخفيفه تاع ساندويتش بيتزا كذا, لانها تساعد ونحبوا تاع حاجه اللي نقدروا نديروها في الدار اللي مضارين ناكلوها برا. وصح تلقاي شوفي لي روتور كاينين كاع في الوصفات سواء تاع الفول تاع يعني بعثوا ما شاء الله عليهم, لكن في هذا الخفاف تلقاي اكثر روتور اكثر. صح روتور اكثر صح. هنا قطع الدجاج تاعنا جبتهم, تحبوا تخلصوا من يعني تنحوا الجلد تحبوا تخلوهم بالجلد, وشنو حنتقبهم كامل. هنا واش راح نديرهم, ننقعهم 4 ساعات حتى تقدروا يخلوهم يباتوا, هذا السر تاعهم يعني تخلوهم فاش في الماء في السكر. حنقول لكم على النسب دوكا, الملح والفلفل الاسود حب. دوك واش ندير, ندير الحبات تاعنا, انا هاد الحبات يعني كنت درت لهم كاع بالموس, خليتكم غير اثنين باش نوري لكم. هذا باش يدخل كاع الماء او التتبيله اللي راح نديروها. شوفوا بورتون يعني ليكويس ما شاء الله هادو ما كبار, لكن راح يطيبوا حتى للاخر, والفوق راح ندو هذيك القرمشه. يلا البث المباشر راهم 1140 واحد يشاهدوا فينا, شكرا على كل مجهوداتكم المبذوله, ان شاء الله تقعد لكم صدقه جاريه. يعطيك الصحه سميه. نظل ندز وما تقراوش الميساج, قولي للشيف ديرنا تحضيرات للمملحات للحفلات. ديجا البارح عطات لكم شيف بشرى فكره للمملحات للحفلات وداروا لكم ورشات, بصح معليش يعاودوا لكم لانه درت لهم ما كنتيش معانا برك تلبية للجمهور, كنتي معانا درت لهم ورشه تاع مملحات. ما كنتيش كنتي غايبه, درنا ورشه ما شاء الله. قلت لهم من بعد نكملوها, في درنا ورشه لا لا بردر احمر يعطيك الصحة. وهذه تاع البراش تاع خلاص كان يجيني هكا يا ماسين عبد الناصر في كاش واحد تاع البراشة تاع المملحات. انا دمونديتها ما كنتيش, كنت عيطت كنت عندك ظروف ما كنتيش كنت عندك ظروف, درتي سمانة سمانة كاع ما كنت عندك ظروف وعيطت ما قدرتيش ظروفك يستناو ظروفي. كنا بوعدناهم وانا ما بيش بدا حد احنا هنا شوفي هنا راح نهضروا نعاودوها ونعاودوها بامور اخرين لانه صح وقتها ان شاء الله. نكملهم وصفه. كنا درنا الدجاج تاعنا بعد ما تقبناه هكا, واش هنا تخلصوا بالجلد ولا تخلوه؟ تغطوا الدجاج تاعكم بالماء, تزيدوا شويه تاع فلفل حب, تخلوا هاد التتبيله 4 سوايع الى ما فوق يعني, ديروا هنا 3 فصوص تاع الثوم تاعكم, يجيكم بنين لداخل هذا الدجاج. راح ندير له الملح والسكر, تقولوا لي على السكر. الملح والسكر راح يخرج كاع الدجاج اون جينيرال, يعني دوكا دراسات تقول انه كي ديري الملح السكر معاه تخرج كاع الزنخات اللي فيه طريه, يعني مليح هاد يكونوا في زوج. ملعقه كبيره تاع السكر هنا, الا كان عندكم سكر بني يكون احسن, لكن معليش تقدروا السكر عادي. هنا درت مغرف كبيره, ملعقه كبيره تاع الملح. التتبيله هذه راح تدوها تغطوها اكيد باسكو فيها نسبه من الثوم وكاع باش ما تعطيكمش ريحه الفريجيدار تاعكم. غطوها تخلوها 4 سوايع الى ما فوق, راح يطرى الدجاج راح يولي لكم بنين للداخل لانه درنا ثقوب. نخليها هكا 4 سوايع في ما فوق يعني, انا نديرها في الفريجيدار اكيد عندنا احنا اللي متبله. وبعدها راح نديروا تتبيلتين اخرين, واحده فيها كاس فارينا وكاس ونص تاع الماء, والاخرى فيها فارينا بكون رايحين هذيك الطبقه المقرمشه راح نديروا فيها كميه من التوابل اللي كتبتها لكم, فيها فلفل اسود, فيها شويه تاع زنجبيل, فيها توابل الدجاج, فيها الكاري, فيها الثوم بودره, فيها البصل بودره, وفيها البابريكا. قالت لك درت الفطائر المحشيه تاع الشيف كريمه جاوني روعه, شكرا بصحتكم حتى انا ما كليتهمش. نعاودوهم. يلا فاخس وحده اخرى في جالي. قالت لك كاينه سيده قالت لك يوسف عاود رجع لنا الوصفه على الشاشه تاع الدجاج اللي راهي دير فيه كريمه. يلا عاودوا رجعوا لهم الوصفه هكذا باش يقدروا يصوروها في نفس الوقت راهم يتبعوا في الوصفه مع الشيف كريمه. وصفات هيلار بيوفقكم, كثروا لنا من لي ساندويتش, نحبكم ام رياض من وهران, نحبكم بزاف سميه وجهيله وجهيلي تحيه. يلا هاني وجهت لك تحيه ام علي رياض. يلا نستقبل اتصال. الو الو الخير مساء النور مرحبا. الله يسلمك واش راكم لاباس؟ الحمد لله وانت واش راكي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا؟ زهره من براقي.
زهره من براقي، مرحبا. الله يسلمك يا عيشه. واش راكي زهره؟ صافا الحمد لله. واش الناس براقي؟ لاباس، يسلموا عليك. يسلمي لنا عليهم بزاف بزاف. يسهل عليك الخير. يلا متتبعه وفيه البرنامج؟ كنت لا الاتصالات دوك اللي سمعنا حكمش عندي وحده 3 ولا 4 سنين. ما حكمتيناش. دوك عامين ما حكمتكمش. بزاف عامين، مرحبا. عامين ما حكم، ملي كانت زهرة كانت كنت نحكمكم، ومن بعد جيت ما نحكمش. أكثر من عامين. أكثر زهرة أكثر من عامين. لا لا كي جيتي كيما كنت تهضر كانت وحدها شاف كريمة نادية. 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 كنت نحكم نهضر معاهم بزاف. معليش هذه اليوم حكمت. مرحبا بك وتحية لكل الزملاء وكل المنشطين اللي جازوا من خلال البرنامج. الله يسلمك. يلا قولي لك شنو تطلبي؟ شنو تطلبي؟ نطلبوا ديروا لنا كثروا لنا لي بلا. لي بلا. لي غاتا، لي غاتا دوكا الصيف. حوايج خفاف تاع ديري في الفور وخلي طيب. وخلي طيب. ان شاء الله ان شاء الله راح يكونوا وصفات رائعه. هذا ما كان لي غاتا باكاكو يعني موفيين كل حاجه كديروها لنا. ان شاء الله اكيد راح نعطيكم وصفات خفيفه خاصه ويعني وصفات موسميه. لا لا يعطيكم لي الشاب كامل يعطيهم الصحه. يسلمك يسلمك شكرا لك. نجوز لك كريمه. كريمه تفضلي. جوزي علي. اهلين حبيبتي وش راكي؟ الو لاباس لاباس الحمد لله انت كي مليحه؟ لاباس مرحبا بك حبيبتي معانا. الله يسلمك يا عيشك. ديري لنا لا كريم تاع لي مونشو. لا كريم تاع لي مونشو؟ كريم تاع فروماج. تاع فروماج. ان شاء الله حبيبتي. هذيك ديري. كانوا داروها يعني بصح ان شاء الله ان شاء الله. سيدي عرضيها لنا ندو منك شويه من ناديه شويه من كل واحد امرك حبيبتي ماشي كاع مشكل ان شاء الله حبيبتي. الله يسلمك يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه كامل. يسلمك حبيبتي شكرا. اهداء صغير. تفضلي تفضلي. شوفي ندير اهداء لبنت اختي الفيونساي تاعها ان شاء الله نهار الجمعه ان شاء الله ربي يهنيها. ربي يهنيها وربي يكملها وزواج الدهر ان شاء الله. وان شاء الله باباها ربي يجيب له الشفاء. ان شاء الله ربي يشفيها. اميره فيالا وعبد الكريم باباها ان شاء الله هذا واش نتمنى ربي يشافيه. ان شاء الله ويشافي جميع المرضى يا رب. يا رب ان شاء الله يا رب ويعطيكم الصحه. شكرا يعطيك الصحه والف مبروك مسبقا. الله يسلمك يا عيسى. شكرا مع السلامه. شكرا مع السلامه. يلا تحيه ليها وكل الناس براقي كل الناس جزائر العاصمه اللي يتابعونا ويلا نتلاقاو بهم وكذلك باقي ولايات الوطن تحيه كبيره لهم. ربي يكمل كل انسان يعني دائما لما نخرجوا من الشهر الكريم يكثروا الافراح الخطوبات. ربي يهنيكم ان شاء الله وربي يشفي جميع المرضى. نرجع لكريمه. كنا درنا البطاطا تاعنا في الفور اللي كنا درنا فيها دي ترونش تاع البطاطا على شكل كيما نديروا لي فخيت بصح كبار. درناها اليوم رفقناها بفلفل طماطم حبه بصل او نص حبه بصل اكيد يقعد اختياري تقدروا تنحوا اي حاجه منهم. درنا ملح ودرنا رشه فلفل الكحل رشه الزعتر وهذيك رشه تاع البابريكا بصاتكم هذاك اللون مليح شويه تاع الزيت حوالي ربع كاس تاع الزيت دخلت كلش في بعضه وحطيته على ورق الزبده. والدجاج تاعنا بعد ما نحيت له يعني درت له ثقوب هكا باش تدخل الداخل يتغلغل المارينا تاعنا درته في الماء حتى تغطى. درت له فلفل كحل حب درت له السكر مغرفه كبيره الملح مغرفه كبيره باش يجينا بنين ودرت حوالي 3 فصوص تاع الثوم خليت هذايا ومن بعد راح نصفيه منه ونديروا التتبيله تاع الصح يعني هذايا يقعد فيها باش اي زنخ يروح منه باش يعطيه طراوه ويعطيه بنه كذلك للداخل. دوكا نروحوا لعجينه البريوش نديروها نخلوها تخمر باش نكملوا باقي الخطوات. العجينه تاع عندنا كاس ونص تاع الحليب نفس الكاس راح نديروا نصه تاع الزيت عندنا بياض بيضه ملعقه كبيره تاع خميره الخبز ملعقه كبيره تاع السكر 5 مغارف تاع السكر ناعم اخترت لكم السكر ناعم هنا في بلاصه السكر العادي في البريوش تعطي طراوه اكثر للبريوش تاعنا وحنا دائما نحبوا يعني حاجه جديده. راح نلم بالفارينه حتى تعصر على عجينه فريمون طريه نزيدها في الاخير معلقه تاع الزبده تكون درجات الغرفه ندخلها فيها ونخليها دو كوتي. يلا انا نجيب لهم حبه بريوش. نقدر يوسف نجوز يلا نجيبوا حبه بريوش. هكذا باش نشوفوا الوليد اللي بزاف بنينه. يلا نجي عند فاروق هكذا باش يعطيني هكا. الله الله حاطه باش الطيب لابتي ديفيز شتيه باسكيت و حاطه وتجي شوف
استنى ونفتحوا باش تشوفوا الداخل. نحب نعذب يوسف. كان عندنا ياسين، تحياتنا ليه. ياسين بن عودة، تحية كبيرة المخرج ديالنا اللي دائما في قناة الشروق، اكيد راه في مهمة اخرى. ودوكا يوسف، لقيت موس، يلا راك شافع للموس، قال لي فوق الحطبة كيما حطيتيه مقبلة. شافي عطيني برك نشفو. شوف ما حبيتش نحلها بيدي. شوفوا الطراوة، شوفوا الطراوة تاعها. مع انت تحب الشوكولا يا يوسف؟ تشيكولا كما يقولها هو. يقولها تشيكولا؟ ايه رائع. وشوفوا لي الطراوة تاعو، شوف هذا اللي يدير فيه دوكا. يلا تفضلي كريمة. العجينة تاعنا واش درنا؟ كاس ونص تاع الحليب، ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ملعقة كبيرة تاع السكر، خليهم يتفاعلوا شوية، زدت لهم نص كاس تاع الزيت، وزدت بياض البيض، حدنا حبة بيض هنا في الوصفة، البياض درته هنا وصفا راح نخليه من بعد ندهن به مع شوية تاع قهوة أو شوية تاع كريمة أو شوية تاع حليب كما دائما نقول لكم على البدائل. دونك نحرك كلش مع بعضه. عندنا كذلك نص ملعقة تاع الملح باش تعدل لنا الكو أو تعدل لنا الذوق تاع الحاجة الحلوة دائما نقولوها. عندي مبشور ليمون اللي ما نستغناوش عليه في البريوش، وعندنا ملعقة كبيرة تاع الفانيلا باش الداخل يجيكم بير بنين يعني. دونك واش راح ندير؟ راح ندير برش الليمون تاعنا. هنا تقدروا تروحوا حتى زوج حبات ليمونه. فوالا. انا تقدروا مع الشيكولا يتماشى برشا البرتقال، الا حبيتوا ديروه لكم الاختيار، ثاني كيجي بزاف هايل. نخلط ونزيد الفانيلا تاعنا ملعقه كبيره. هنا يتباعوا فانيلا بذوق الليمون، ثاني تقدروا ديروها باش تعزز لكم هذيك نكهه القارص اللي درناه. نخلط كلش مع بعض. بعدها نزيد هذوك 5 مغارف تاع السكر الناعم، ونزيد من بعد الفارينة تاعنا، يجيكم حوالي 1 ¼ كؤوس أو أكثر صديبون الفارينة تاعكم، مع هذيك نصف ملعقة تاع الملح. دوكا هكا نحرك كلش مع بعضه. فوالا. يلا راكي ديجا الوصفة راهي على الشاشة قدامكم وراكم تشوفوا في قلت لهم درنا كاس ونص تاع الحليب دافي، درنا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ملعقة كبيرة تاع السكر، خليناها تفاعل شويه. نفس الكاس درناه نص كاس تاع الزيت، زدنا برش الليمون وزدنا الفانيلا. هنا تقدروا قلت لكم ديروا برش البرتقال. راح نديروا كذلك قرصه تاع الملح، قلنا باش تعزز لكم دائما نكهه تاع الحاجه الحلوه. دونك نزيد قرصه تاع الملح ونبدا نلم بالفارينه. هنا اكيد حنستعمل فارينه سوسيمي. هاتلك سميان بوغ بزاف انت وكريمه، نطلب تغيروا لنا اغنيه الجينيريك ارجوك. احنا اغنية الجينيريك تاع البرنامج ما بدلناهاش باش يقعد هكا، ميم زعما راكم تقضوا في الشغل تسمعوا هذيك لا ميوزيك باينه باللي البرنامج تاع الو يقعد هكا. صح، ايه كاين واحد المسلسل تيقعدوا سنين كانت كيما هذيك تاع ليالي الحلميه كبروا مع الناس تقعد لك الرنه تاع على هذاك قعد نفس الجينيريك تاع البرنامج. وهذا هو الغرف تاعنا، ولا ما عجبتكش نعاودوها على خاطرك. وصفة الخبز المنفوخ، ايه لازم تعطونا وصفة الخبز المنفوخ. كنت درنا خبز النان، فكروني في الحفايس البنات، فكروني لي هنا. كنا درنا خبز النان المنفوخ. قالوا لي ثاني بشرى دارتو خبز النان. لا قالت لك خبز المنفوخ. اي خبز ال حبوا خبز. تما كي تخدم معايا اسيست تما مانيش نشفع الوصفات مانيش مساعدتنا. اكيد مضيعتنا. لانه اسي راهي معنا راهي في لاريجي، تحيه كبيره لها. تحيه ليها اكيد من انشط واروع كذلك المنشطات اللي حبيتوها في هذا البرنامج، وهي قايمه بالواجب تاعها
ما شاء الله عليها، يعني نخدم انا ولا اسر نخدمكم الاثنين وكلنا يعني نمثلوا هذا البرنامج. ودائما كما نقولوا نعاودوا، يعني اهم حاجه هما لي شاف، لانه هما اللي تدوا من عندهم الوصفات، احنا فقط نستقبلوا ونديروا هذاك الجو، واكيد نقراوا التعليقات ونقولوا لهم شاكم حابين وكامل هذا، يعني اصبحنا عائله. الله يبارك. انا العكس نقول بلي تكمله، بس نعاونك نعاونك هاكي ها شتي لبيت انتوما نعاونوكم تكميله، اكيد تكميله كلش، لانه الكونسيبت تاع حتى الكونسيبت تاع البرنامج يعني مبني على هذه. والله غير صح، تكميله تكميله، ومام دي فوا الشيف يكون ديباسي ولا دي فوا ما يكونش. اه وي، قالت لي وحده تلاقيت بها قالت لي نحب البرنامج ونتبع البرنامج، بصح هي سمياني حاسدات. قلت لها علاه؟ علاش؟ على الماكله تاكلوك كلش. وديت كاع في البيت. قلت انا كيما خلاص سي بون تكون عندنا هكا تتلاصق. واش راح نزيد لها؟ زيدي لنا بيض ملعقه تاع الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، ندخلها مع بعض ونخليه خفيف. علاش نخليه خفيف؟ نورمالمون البريوش لازم يجي خفيف، وكذلك كي نجي ندخل انا دوكا الشوكولا لداخل، ما تكونش لداخل العجينه بزاف، انه ما يقدرش يدخل الشوكولا، توزع فاسيلمون كي تكون حاجه خفيفه. هكا لو بوت تاعنا فوالا. نقص شويه برك. فوالا دوكا واش لو بوت تاعنا؟ انه البريوش تكون عجينته خفيفه باش كي نديروا الحشو لداخل يدخل كامل. انا خليك دخلي هذيك لا مارغارين تاع مارغارين ماني اللي استعملناها، ونروحوا على اول فصل اشهار. كريمه ام فارس علي، رقم الهاتف راه يظهر اسفل الشاشه، تقدروا تواصلوا معنا على 023 70 92 94. ما فاتكمش يعني بزاف، فاتكم السنيوه تاع الخضر اللي راهي في الفرن، راح نعاودوها لكم فيما بعد، وراح تكمل لكم الوصفه تاع البريش بالشوكولا. البريش قلنا كنا درنا كاس ونص تاع الحليب، يكون دافي، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، حركناهم مع بعض، خليناها شويه تفاعل هذيك الخميره، دائما نقولوا خلوها تفاعل. بعدها زدنا نص كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي درنا به الحليب، نص الزيت، زدنا بياض بيضه والصفار راح نخليه مع شويه تاع قهوه ندهنوا به البريوش تاعنا، درنا قرصه تاع الملح باش نعدلوا المذاق تاع الحاجه الحلوه تاعنا، ودرنا السكر الناعم اليوم في البريوش. ما درناش السكر عادي، تقدروا ديروه في الاول يذوب مع كي ديروا خميره وكامل، ديروا ديريكتومون هذوك 6 مغارف تاع السكر. لكن اخترت ندير لكم السكر الناعم لداخل باش تعطيكم طراوة اكثر في العجين. زدناها، زدنا كذلك برش الليمون، واستعملنا ملعقه كبيره تاع الفانيلا، ولمينا بالفارينة. يعني هذا ما كان. بعدها كي لمينا العجينه تكون تلتصق باليد كما شفتوها، زدنا ملعقه كبيره تاع الزبده، تكون درجه الغرفه ما تكونش معمره بزاف. هاي العجينه كيفاش تولي؟ شوفوا من قوه الطريه، لكن ماهيش تلصق بزاف في اليد، يعني هي طريه، راح درنا لها الزبده سي بون ماهيش تلصق. شوف شوفوا كيفاش هذه، خليها تضعف الحجم الفوليوم يعني، وبعد نولوا باش نكملوا خطواتنا. خبي يلا، وكاينه وحده قالت لنا عاودوا لي حطوا لي الوصفه على الشاشه، دوك نعاودها لك بعد هذا الاتصال. يلا الو الو، انقطع الاتصال. كان من ولايه تبسه، شكون؟ ام تاج. ام تاج من ولايه تبسه، تحيه كبيره ليك، وان شاء الله تعاودي مره اخرى وتحكمينا. وكانت هدرت مع اسيا، لانه اسيا اليوم راهي هي المستلمه للهاتف، هي راهي تستقبل في اتصالاتكم، وحبت تهدر مع المتتبعين. فاكيد تقدري تعاودي ان شاء الله تحكمينا مره اخرى، والرقم الهاتفي راهو دائما تحت تصرفكم. كريمه يلا نعاودوا الوصفه، ولا يوسف أكيد. نقدروا نعاودوا نحطوا الوصفه على الشاشه، قالت لك خليها لنا برك شويه قيس ما نقدروا. البريوش درنا كاس ونص تاع الحليب، كاس اللي نعيروا به عادي، كنت استعملت هذا الكاس انايا، كاس ونص تاع الحليب يكون دافي، حطيته مع ملعقه كبيره تاع خميره حوالي 10 حتى 15 غرام، ملعقه كبيره تاع السكر تفاعلت شويه، زدت لها نص كاس تاع السكر تاع الزيت، وزدنا برش الليمون حبه ولا زوج، تقدروا ديروا كذلك برش البرتقال، وزدنا ملعقه كبيره تاع الفانيلا، بياض بيضه، يعني في هذه الوصفه كاين حبه بيض، درنا البياض والصفار احتفظنا به، بعد راح ندهنوا به مع شويه تاع قهوه او شويه تاع كريمه او شويه تاع الحليب، كما دائما نقول لكم البدائل اللي يجوا في الدهن. زدنا له قرصه تاع الملح، زدنا كذلك 5 مغارف الى 6 تاع السكر الناعم، لانه راح نديروا شوكولا لداخل وشوكولا برا، دونك درنا سكر ناعم باش يعطينا بك طراوه لداخل للعجينه تاعنا. بدينا نزيدوا في الفارينه، تحصلوا على عجينه طريه تلتصق في اليد. بعد زدنا مرفه تاع الزبده ما تكونش معمره بزاف، طريه، دخلناها في هذاك العجينه تاعنا وخليناها تختمر. بعدها راح نشكلوها وندهنوها بالصفار البيض مع هذيك الشويه تاع القهوه.
راح نتابعوا باقي الوصفه اكيد معنا. يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. واش راكم؟ راكم ملاح؟ الحمد لله. وانت واش راكي؟ والله غير لاباس سميه، كي مليحه؟ الحمد لله. في نعمه، شكون معنا؟ الحمد لله، انا صالحه من تيبازا. صالحه من تيبازا، مرحبا بك صالحه. الله يسلمك. واش عامله تيبازا؟ راكي كي مليحه؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب. واش عامله تيبازا؟ تيبازا اي. واش عامله تيبازا؟ سمعيني من التليفون. اي راني نهضر معك التليفون. ايه واش عامله تيبازا؟ ولا راهم كاع مليح، عليك الخير. الحمد لله. اليوم عندكم انتوما ثاني شتا ولا غير حنا؟ شويه شويه. شويه يتقطر ايه. ايه شويه دعوة مغيمة. ان شاء الله امطار خير يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يلا قولي لي كش ما تحبي تطلبي، كش ما عندك وصفة حبيتي تشوفيها في البرنامج، عندك سؤال للشيف كريمة؟ حبيت ديروا لنا وصفة لي غراتا. ايه كيما لي غراتا، كيما على بالك قريب الوصمو العيد الكبير، لازم الوصفة تكايا تاع لازم غير يقرب العيد الكبير. هذه دواره، هذه بكبوكه، هذا لحم في الفجور، هذا لحم مردوم، هذا هذا عصبان، هذا العصبان. ايه الله الله. ايه والله ان شاء الله. احنا نقولوا باش ما تنساوش الوصفات، يعني كل ما يقرب كش موسم نديروا الوصفات اللي خاصين به. ان شاء الله كي يقرب العيد الكبير نبداو بيان سور نعطيكم وصفات اللي تحقوهم. ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. هذا واش تطلبي؟ المهم نخليك ما تطولش عليكم. شكرا لك صالحه، شكرا. الله يسلمك. على العائله. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. سلمي كاع لي الشاف. يسلمك، يبلغ ان شاء الله تعيشي. يلا تحيه ليها. كما قلنا دائما كل موسم ويتبعوه وصفاته. ثاني مع العيد الكبير دائما نديروا شتي نعيدوا، ومن بعد من مورا العيد الكبير ثاني نزيدوا نكملوا الوصفات، يعني في بعض الاحيان يبقى اللحم ويبقى نعطوهم افكار اللي يقدروا يديروها. سي خيك الموسم اللي فات كنا صبغنا لهم بالبوزلو، امور اللي يحتاجوها وموراها كملنا بالحفل. زي ما كاين شويه عندي استوار مع بزاف كذا مشرملة، يعني امور العيد والطقوس اللي ندوزوها كاع نحبوا ندوزوها في العيد. كنا درنا وصفات بزاف هايله. ان شاء الله كاين جديد هذه الخطره ثاني. ان شاء الله. ان شاء الله بك الصحه والعافيه للجميع ويعيدوا بصحه. ان شاء الله يا رب. نكونوا لا فاقدين ولا مفقودين، هذا اهم شيء، نكونوا بصحه وعافيه. نروحوا للدش تاعنا ما بين تختمر العجينه كما يقولوا نكملوا خطواتها باش نديروا كذلك لاصاج تاعو. دونك نديروا الدش تاعنا. الدش تاعنا خلوه 4 سوايع حتى الليله كامله كما جهزناه في الماء، غطيناه بالماء كمشه تاع فلفل حب فلفل اسود. السنه تاعتهم يكونوا كبار، ملعقه حتى للزوج تاع السكر، سكر بني او سكر العادي، ودرنا كذلك ملعقه كبيره تاع الملح. خليناه ثقبنا كاع هذاك الدجاج تاعنا، تحتفظوا بالجلد ولا ما تحتفظوش هذاك يقعد، حاجه اختياريه. ندوزو كل التتبيلتين الزوج اللي راح ندوزوهم، ندوزو يعني الدجاج فيهم. التتبيله الاولى حتكون كاس تاع الفارينه مع كاس ونص تاع الماء، هذاك بمثابه لاصق باش يلصق لنا التتبيله الثانيه فيه. دونك كل واحد والفارينه تاعو، لكن تحصلوا على قوام يكون ثقيل شويه. يعني راح ندير كاس تاع الماء في هذاك الكاس تاع الفارينه، روحوا حتى الكاس ونص، راح نحركوا ونشوف انايا. لازم تجي خفيفه باش تلصق فيها لا نوعا ما. يلا هذه بالنسبه لي الدجاج تاعنا. الدجاج تاعنا باش نديروه كريسبي نفس الطريقه اللي نسمعوا بها. يلا الوصفه راهي على الشاشه، يعطيك الصحه يوسف. نقدروا يعني نستعملوها في كل الوصفات تاع الدجاج. نقدروا نستعملوها. تختلف برك في التوابل، كيما اليوم اختار التوابل تاع باش يحسوا بصامي كانوا ياكلوا صح، كان نشي الدجاج برا يعني حاجه. راح نستعملوا الثوم بودره، بصل بودره، بابريكا، يعني امور اللي يزكوا الدجاج تاعنا النكهه تاع وطيبوا. اكيد راح نسخنوا الزيت يكون بيان، ومن بعد نقصوا له على المتوسط ونخلوه يطيب، وما نطيبوش بزاف. دائما نقولوا الراعي الزيت تاعنا الحاجه اللي لازم تدير لها قرمشه ما لازمش يطيب، لازم يتقلى. يعني كي ديروا كونتيتي بزاف احسن ديروا حاجه صغيره هكا، كي ديروا كونتيتي بزاف لا تمبيراتور تاع الزيت راح تهبط، دونك الحاجه مش حتدي قرمشه وطيب لداخل، راح تشغل طيب جوائز. دونك دائما راعوا هذا الشيء، طيب عنده اساس، واليوم راح يشوفوا كاع خطواته ان شاء الله. فوالا. يلا رامي يحيوا فيك من بسكره، من بشار، من وهران، من السعوديه، كاينه متتبعه من السعوديه قالت لك يعطيكم الصحه احسن برنامج
للطبخ. الله من السعوديه سيده وتحيتنا ليها. يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 مساء السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي؟ شراكي لاباس الحمد لله. وانتم معكم؟ لا الحمد لله يا رب. وانت يا لاباس؟ الحمد لله. انا غنيه من دير خاتم ام هشام. غنيه ام هشام دير خاتم. ام هشام بير خادم، مرحبا بك ام هشام. واش راكم لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. واش انا نسيت نشدكم ما شديتكمش. مرحبا 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 بك. ولا نحبكم ما شاء الله، عندكم مقالة ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، هذا هو الهدف. نعجبكم الوصفات. وكاش ما تحبي ثاني وصفات راهم في بالك حبيتي تشوفيها؟ والله الله يبارك ما شاء الله. انا ولا دائما راني نتبع معاكم شحال، وانا راني نتبع في قناة الشروق. الله يبارك. الله يسلمك، نتبع معاكم يسلمك ياك. وكما قلتي ما شاء الله راكم في المستوى ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب. يسلمك. شكرا لك. والحمد لله. شكرا لك ام هشام، ربي يحفظك. يسلمك. نقدر نهدي التحيات؟ يلا تفضلي. يسلمك. نهدي لا فامي بودالسا ولا فامي لا فامي كيشيدي كاع. واخواتاتي كاع ان شاء الله يسلمك. وانتوما ثاني يسلمك. ربي يقدركم الله يعاونكم ان شاء الله. شكرا لك، شكرا على اتصالك وشكرا على وفائك للقناه وللبرنامج، يعطيك الصحه. مع السلامه. يلا تحيتنا ليها وكل المتتبعين وكل الناس اللي راهم يتابعوا فينا من داخل وخارج الوطن. كاين من بلجيكا، من السعوديه، كاين كذلك قلت لك سيده من السعوديه، ولايه الوطن، مستغالم، بشار، شلف، كامل راهم هنا في البث المباشر. راهم ديجا 1156 واحد راهو معنا في البث المباشر. راح يبعثوا لنا ماما الخارج، عندي دي ميساج. صح. ما تامنيش تقول لي انا في بلاصه فلانيه ودرت هذه، انا في بلاصه فلانيه وما وصل الوصفه. رحت البلاد. وكان هكا وفي البلاد بحكم يعني ندير دوك تحكيم نخرج هاك وهاك وهاك. يجوا عندنا قالوا شاف انا هذه درنا لي ديتاي اللي حنا ما صحيح. انا ما كانش عيني على بالي هكا. دونك تحيه كاع لو يشفاوا. صح صح. انا يقولوا لي شفينا هذيك الخطره كي كنت قلت لك دير ديتاي هكا وفلان وسمع عليها. نقول لهم والله غيوصل يوصل. هما ثاني حبوا جمهورنا رائع اكيد، ربي يحفظهم ان شاء الله. دونك انا درت قلت لكم انا راح نحطوه الغرض من هذا الاخر راح نديروه في كاس هذا اللي درناه تاع الماء، كاس ونص تاع الماء مع كاس تاع الفارينه كغراء، نغطسوا فيه بعدها نجو نحطوه في تتبيله تاع الفارينه اللي زدنا لها ملعقه كبيره تاع الملح. ما تقولوش ملعقه يعني باش تجي تتبيله بيان القرمشه. عندنا ملعقه تاع توابل الدجاج، الكاري، شويه تاع البابريكا، بصل بودره اللي كاتب لكم مقادير، ثوم بودره، شويه تاع الزنجبيل، الزنجبيل برك اللي يكون ناقص عليهم سورتو كان الذوق تاعو قاصح. ونخلطوا هذه التوابل فيما مع بعض كاع ونجيبوا الدجاج تاعنا. قالت لك ربي يبارك فيك سميه، وشوف كريمه نحبك ونحب وصفاتك نجربهم يصلحوا لي. يعطيك الصحه ويعطيك ما تتمناي. الحمد لله. ويخلي لك صحتك ويجازيك على تعبك ومجهوداتك. يلا اتصال اخر. الو 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 مساء النور. مساء النور. كراكي ساميه؟ الحمد لله الحمد لله. وانت كراكي؟ كراهية لاباس. الحمد لله يا رب. صحتك؟ الحمد لله في نعمة. أي الحمد لله، الله يدومها نعمة إن شاء الله يا رب عليا وعليك. كراهية الشيف اللي معاك؟ الحمد لله. شيف كريمة. أبا واش راك شيف كريمة؟ كراهية غاية. الحمد لله. غاية. الحمد لله. وصلي لها السلام. راهي تسمع. ولا نبغيك نبغيك ما تأمنيش راسك يا عمري. راهي تسمع فيك. أهلين حبيبتي، واش راكي؟ لاباس؟ لاباس غاية الحمد لله. يا عمري تبغيك الجنة إن شاء الله، يعطيك الصحة. اللهم آمين. أنت وسمية وكاع اللي كيف اللي معاك وكاع اللي شاف. ربي يحفظك. وكاينك جنود الخاطئ. ربي يحفظك. تحية ليها. خلينا برك نتعرفوا عليك شكون ومنين. خديجة متيارت. خديجة متيارت، مرحبا بك خديجة. أنا متبعة وفية لقناة الشروق. الله يبارك الله يبارك، إن شاء الله تبقى دايما هكا. سمية الله يعيشك، قولها تقدم لنا الوصفة تاع المشوك. المشوك درتو انا عيد نشوف له ما لقيتوش. شوفي دارتو هي داروا شاف نادين في رمضان، ما كنتيش ما تبعي في رمضان. داروا ثاني نادين، درتي انت وداروا نادين، زوج وصفات تاع مشوك في رمضان. نورمالمون دار نادين. داروا نادين، كنت معاها نشوف. نسيت التحليه اللي دارتها تاع الفراوله. عجبتك؟ شابه شابه مش راسك. تحليه صح عجبتهم اللي جربوها. بصحتك حبيبتي. يسلمك الله يعيشك. الله يحفظك حبيبتي. هيا تهلاو في رواحكم، الله يعاونكم. وصلي كاع السلامين اللي شاف ان شاء الله. ناديه
ان شاء الله يملى صحيتنا كامل ان شاء الله. الله يحملك ما تمني سمية حبيبتي ان شاء الله. انت ثاني الله يعطيك ما تمني. شكرا لك كل طاقه ايجابيه. شكرا شكرا كلامها جميل وكلها طاقه ايجابيه. الله يعطيكم انتم ثاني راكم تشاهدوا فينا كامل. الله يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله ويحقق لكم كل امنياتكم وكل حاجه حابين تلحقوا لها يا رب. يلا كريمه الدجاج انا بعد ما خرجوه بالماء امسحوه بيان مسحوه بيان ونشفوه. ايه نشفوه بيان نعاودو نقولو لهم الماء هذاك واش درنا فيه. درنا فيه فلفل حب فلفل اسود حب قز ملعقه كبيره. درنا ثلاث فصوص ثوم. درنا ملعقه وزوج تاع السكر وملعقه كبيره تاع الملح وخليناه لداخل. اكيد بعد ما تكونوا نقيتوه نتوما بالقارص بيان. بعدها راه درتو في الفارينه اللي درت لها هذيك الماء ورشه ملح خفيفه. وهنا درت في الفارينه اللي كنا زدنا لها التوابل ضغطوا بيان عليها انفضوا وعاودوا زيدوا ضغطوا. شحال يخلوه في الماء؟ اربع سوايع حتى ليله كامله. اه انا نيوز باش فغيمون لازم سخت هذوك الثقوب اللي درناهم يتغلغل السكر الملح يطرى ومنها يتنحى كاع يشوفوا بلي المخرج هاك كاع يروح منه. اه بيان يجيكم هايل الداخل. دوكا واش ندير؟ راح نسيي نثبت بيان الفارينه اللي درناها بالتوابل فيه وننفضوا. في طريقه الماء نقدروا نستعملوها ميم كنديروا زعما وسمو الدجاج محمر ولا مليحه تنحى هذاك الكول. كاين احيانا وين نحط الدجاج دجاجه كامله تبات ديروها في باسينه كبيره حيطوا لها هذوما كاع قشور القارص الفلفل الاسود حب السكر الملح وتخليها الصباح فيها بيضه ريحتها ديريكت. صح صح تجي بنينه وتجي صح فكره. يلا هنا راكي ديري فيها خد تشوفي هكا تقولي كويس ماش راح يطيب في المقله يقعد خضر الداخل. ايه نقص نقصوا للنار دوكا ونخلوه. قال لك يوسف كي تشوف خيها في الماء الله الله وتبات في الليل وتولي فيها ريحه تولي دجاجه دو لوكس. مثلا لازم تقاسي الحاجه اللي راح تاكلها باش تعطيك احسن نتيجه. صح وذوق. صح شوفوا نضغط هنا على التتبيله تاعنا باش تدخل كاع في هذوك الثقوب اللي درتهم. فوالا نبدا انا نقلي بالزوج ننفضوهم شويه نخلوهم دوك نكملوا مع بعض. ميم هاد الحرابيش اللي يجوا من بعد خلوهم باش تعطيكم هذاك الشكل الشباب. يلا تحيه كامل ليكم كامل الناس اللي راهم يتابعوا فينا بجايه كذلك منورين الشاشه منوره بيكم. حابين كيفيه التبوله السوريه درتها لكن صح عندها شحال الموسم اللي في الاول كاع صح نديروها ان شاء الله. عاودي لنا التبولات نعناع وهايل مع دروس جديد وقت الخضار. صح تبوله سوريه ولا لبنانيه علما؟ شوفي هك وهك راح تختلف. واحده يديروا لها دبس واحده تختلف شويه فقط الماده كاع يديروها كاع لازم موجوده في الطابله تاعهم. اها تخي بيان يا اخي هما في المشرق يعني اكلهم يتشابه نوعا ما. داروا ماركتينغ. ايه صح صح ايه. نفس الاكل تاكليه صح. سختو هذو ما نشوفوا لا غير التنوع عندنا برك. الاطباق هما ايه هما خضار لحم روز ماكارون كيما يقول لك من مصري ماكارون بيشاني تقريبا نفس الاكلات لكن عندنا باسكو كيما نقولوا قاره تنوع كاين تنوع في كلش. يلا عندنا اتصال. الو الو الخير مساء النور واش راكم؟ الحمد لله واش راكي شاهيناز؟ لا كهينه كهينه كهينه. يلا الرضا دايما يرميني فوفيس كهينه من باب الزوار. كهينه من باب الزوار واش راكي سميه؟ الحمد لله واش راكي كهينه؟ ولا غير لاباس الحمد لله. واش راهم العائله؟ واش راهم؟ الحمد لله في نعمه يا رب. الحمد لله متمنيه نعيط لكم يعني عندي شحال وانا كيما نقولوا نسيي واليوم ما شاف الزهر خطره الاولى حكمتك. اليوم انا راني محظوظه اني سمعت صوتك وانت كي محظوظه انك حكمتينا. يا اختي واش نقول لك؟ يعطيه الصحه للمخرج. ايه لان دارنا مدرسه في البيت. الحمد لله الحمد لله. نشكركم بالبزاف ونشكر كيما نقولوا الشيفان تاعكم كي كريمه كي ناديه كي بشرى كلهم يعطيكم الصحه على المجهودات تاعكم لان ماشي ساهل ديري مباشر. صح وديري هكذا كامل باش تقدمي اطباق ماشي بالساهل. صح ونقول لك يعطيك الصحه يعني خبيره خبيره في التنشيط تاعك شافوا عليك. ربي يحفظك الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا اختي وبالتوفيق ما تقول بوالو النجاح ما كثر يعطيكم الصحه راكم في المستوى. ربي يحفظك يا هينا الله يعطيك ما تتمنى وشكرا على الكلمات الجميله.
الله يسلمك اختي، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك يا هنا، شكرا، مع السلامه. شكرا. الحمد لله، يعني هذا البرنامج قائم دائما لمدة سنوات، وهذا البرنامج موجود. الفكرة كانت تاع أستاذنا الراحل أكيد علي فضل، ربي يرحمه إن شاء الله يوسع عليه في قبره وفي ميزان حسناته، لأنه كما قالت السيدة كاهنة أصبح البرنامج المدرسة، المدرسة اللي خرج يعني العديد من الوصفات بدون مقابل، يعني فقط ديروا القناة تعلمتوا الحلوة، تعلمتوا طياب، تعلمنا بزاف. يعني حتى وأنا لما دخلت لهذا البرنامج وراني فيه نوعية الطياب تاعي تحسنت وتبدلت تماما، وديت العديد من الأفكار. شيفا كي تتعلم ما تقولش ماكش تعلمي، تعلموا، تعلمنا كلش كما يقولوا، غير فنيانة اللي ما ديرش. كل الأشياء موجودة. والحاجة المليحة ثاني كما قالت السيدة أنه مباشر نلقاو برامج في بالك قنوات أخرى تاع الطبخ ولا مي مسجلة، والشيف عنده اد شاف. يعني ديروا في بالكم باللي لما تشوفوا برنامج في قناه اخرى يكون مسجل وكامل، هذاك الشاف اللي راه يمد في الوصفه راه موراه شاف واحد اخر، هو اللي يطيب له، هو اللي يدريسي له، هو كلش. لازم يكونوا هكذا. المباشر صعيب جدا، خاصه على باش طيب شتي كاين اللي في الكوزينه. انا وحده من الناس في الكوزينه نكون نطيب، يوقف قدامي واحد تتلف لي، نروح الكوزينه تاع واحد اخر نطيب تتلف لي، نحب نطيب وحدي في كوزينتي ونخرجها. فما بالك مباشر وضغط واتصالات ووقت في بعض الاحيان ما يكفيهمش، وهكذاك ويديروا لكم دريساج. الله الله، فالف شكر لاصحاب القناه، وربي يرحم استاذنا علي فوضي اللي دائما ترحموا عليه على هذه الجوهره الاعلاميه اللي راهي تبث في بيوتكم وعلى كل ما راكم تتعلموه من هذه القناه ان شاء الله في ميزان حسناته. والحمد لله هذا البرنامج مادام ناجح لهذا قعد لسنوات، بالرغم انه تبدلوا شحال من شافوا الاخر، لكن يبقى المدرسه دائما صح اللي نتعلموا منها في كلش. صح صح. يلا الدجاج تاعنا، راه الدجاج تاعنا شوف كيفاش يمد لكم هذا الشكل، هذا هو الغرض تاعنا. اللي يحب لاكوش تاع الدجاج تاعكم تكون اثخن، ولو انه تقعد بعد ما تبرد تتنحى لكم، انصح بكوش واحده. لكن اذا حبيتوا تعاودوا تحطوا في هذاك خليط الفرينه والماء، كنا درنا كاس بكاس ونص قرصه ملح، وتعاودوا تحطوه في هذه الفرينه اللي درناها مجموعه من التوابل الاخرى اللي تقعد يعني النكهه الاخيره درناها لهنايا. فوالا انا درت كوش واحده فقط نخلوه. انا ندير في الزيت كنت نقصت له ودرت بالزوج، بالزوج هكا باش كميه الزيت لا تمبيراتور او حراره الزيت ما تهبطناش ويطيب يعني مليح. دونك نخليه دوك كوتي هنايا ونروحوا نكملوا البريوش تاعنا. يلا دير حساب الوقت راهي و25. يلا عندنا متتبعين راهو معنا في البث المباشر حتى رجال. كاين جلالي بوخريريبا قال لكم زوجتي تتبعكم وتحبكم بزاف بزاف، ان شاء الله توجهوا لها تحيه. يلا هنا وجهنا لها زوجة السيد جلالي تحيه ليها وكامل الناس. ديديكاس لفرندا ناس ولايه تيارت، تحضير حلويات القهوه وخفيفه، ربي يرزقكم ان شاء الله بكل ما تتمناوا. يلا تعليقات رائعه والله، حبيت نقرا لو عندي الوقت نقراكم كاملين ونجهز لكم اهداءات كاملين، لكن الله غالب. نرجع الى وصفه البريوش. البطاطا تاعنا سي بون طابت، دوك نجبدها نوريها لكم. ايه تحمر تمتم، نقدروا نجبدوها؟ عطني برك نجبدوها اكيد. نخليها دوك اوتي. يلا كملي البريوش، انا دوك نجيبها دوك ليغون. بالك على يدك سكي سخونه. ايه روحي كملي البريوش، انا دوك انا ندبر راسي. راهي الله الله. نجيبوا البريوش تاعنا هنا، تقدروا تطيبوه في عليه على طريقتين. اذا كانوا عندكم هذا يعني باش يعطيكم هذاك الشكل الدائري فقط كفكره، تقدروا ديروهم في هذوما اللي يدخلوا للفوق، ولا تقدروا كنا استعملنا عده مرات يعني هذاك المول تاع المادلين اللي يجي هذاك ثاني دهنوه بالزبده نفس الشيء وديروا فيه، يعني هذا يقعد لكم الاختيار. كيما هنا دوك هذا القوالب تاع الالومنيوم راح ندهنهم بشويه زبده، نفس الشيء اذا كان عندكم هذاك المول تدهنوه، يعني هذو اللي درتهم في المول تدهنوهم بالزبده وتحطوا فيهم العجين، يختمر المره الثانيه. ودائما نقول المره الثانيه يختمر يعني تمتم، ما يديش وقت في الاختمار. وبعد الاختمار نكونوا غطيناه بطريش نخليه يخمر باش ندهنوه بصفار البيضاء اللي كنا خليناها وشويه تاع قهوه ولا شويه تاع الحليب، ونطيبوه على 200 درجه حوالي ربع ساعه هكاك، نجبدوه يبرد ونفوريوه. دوكا واش نديرو؟ احكوا لي على صينيه الخضر، الرائحه راه تشهي. اسيا ما حبتش الخضر هنا. خاطر نقعد نفطر معاكم.
لا لا انا شفتها هنا تلاقيت بها. شوفوا شمت الرائحه. كما قالت لي سيده قالت لي ما كاينش تعذبي في يوسف راكي تعذبي، كانت خلات لي قالت لي كتعذبي فيا راني صايمه. شوفي نوضي ديري هاد سينيه الخضر شهيناكم في الجنه مس اللي راهم يشاها. احنا تاني تعذبنا رمضان كومبلي. شفتي دوزنا رمضان كومبلي احنا نشمو شتي واش معناتها صايمه وتشمي الماكله ونجوعوا على البكري. لكن هكا اشياء كي تكون خفيفه وسهله والاخر تقدروا يعني كما يقولوا نوضوا نحضروها. تحبين نساعدك في كاش حاجه كريمة؟ راني ندهن في القوالب تاعنا اللي اخترتهم اليوم. كما يقدروا يستعملوا قلنا المول هذاك تاع الموفن الكبير الكبير، تدهنوا كذلك بالزبده برشا يعني حاجه خفيفه، وتحطوا لي بول تاعكم يكونوا يوزنوا حتى 80 غرام، يدوبلوا الفوليوم تاعهم، نغطوهم باش ما تلبسش هذيك القشره من الفوق. بعد الاختمار الثاني اللي يكون قلنا سريع، نديروا هذاك صفر البيضه بالقهوه وندهنوهم، يطيبوا على 200 درجه غير يحمروا بيان من الفوق، نحوهم ونخلوهم يبردوا، وندير لهم نطوشيهم من تحت هكا فتحه صغيره بالشوكولا الايطالي، وبعدها نديروا الكلاصاج تاعنا اللي حيكون درتو لهم شوكولا. يعني من الاحسن تستعملوا شوكولا فيجيكا، ورح اليوم حنستعملوا الباتيسي تاعنا شوكولا درت خليط بين السوداء وبين بالحليب، وبعدها زدت لها اللوز او الكاوكاو اللي تكونوا حمصتوه ودرتوه على الخشن، يعني حيتوه على الخشن بعد ما يكون برد اكيد. والله كاينه سيده قالت لك تعيشوا اعطوني وصفه، قولي الكلمه تعطينا وصفه العدس البنينه. بعض الاحيان كاين واحد الوصفات احنا نحقروا نقولوا شكون ما عرفش يدير العدس، شكون ما عرفش يدير اللوبيا، لكن صح لكن والله العظيم تختلف المذاق انه يعطوك دي زاستيس هكا بنان. كاين الناس تاكلي عندهم لوبيا نورمال، اللوبيا اليابسه كما نقولوا لها احنا، تختلف على بها تطلق بالمراره، فيها دي زاستيس الوسمو العدس الثاني تاكلي في بلاصه تلقايه بنين. وفي بعض الاحيان تي ما يصدقلكش هادو الوصفات احنا نحقروهم لنقولوا زعما في برنامج يديروا لنا عدس ولا لوبيا، لكن لما لا ان شاء الله يعطوكم الوصفات هادو لي زاستيس. والله غير درنا لوبيا وكاينه يبعثوا يعني حنايا المشاهدين تاعنا هايلين، تقول لك انا ما كنتش تنجح لي ولا درت عرضه والله غير حمرتي لي وجهي. شوفي هذوك لي باغول الله شفتي نهار اللي درنا اللي قلت لك ديري لهم اللوبيا درناها بالكرعين تاع البقري، جات هايله باسكو طريقه واحده اخرى بنينه ودارت حاله. كنا في الشتا بيان سور مي بزاف بنينه، كليتيها بزاف 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 بنينه رائعه. كنت نخمم من وصفه الوصفات كيما دوكا تليت لي كيما دوكا العدس بطريقه تانيك مليحه. كاين كاين وصفات ماشي شرط الرز مرقه، مقارون مرقه ثاني كاين اللي يديروا، يعني كاين هذا الوصفه تاع الزمان اللي قطع اللحمه بالك بلا راهو رجع. وشنو الرز مرقه؟ مقارون وديري له طيبي في مرقه حمراء يكون فيها فيه مريقه بالقطع اللحم راهو داير حاله ويجي بنين ويجي بزاف بنين. انا مقارون نحبو في الدار، انا مقارون نحبو مرقه، انا نديرو مرقه بصح نطيبو بالدجاج نديرو يكون شويه هكا بلاصه يجي بزاف بنين بالرند. الله الله صعبه كيفاش رائع والله لفه طائر. لازم دوك ندخلوا في الثقيل دوك ندخلوا في الثقيل والاقتصادي باش تخبوا شويه دراهم تشرو الكبيشو ثاني نخبوا عليه الكبيشو. لا لا ثقيل ثقيل بصح ثقيل على طريقتنا ماشي بزاف صح. فوالا درت هنايا شوفوا حتى الطريقه تشكيلها، شوفوا مسا عند طلب فارينه لا والو بورتو عجينه بزاف راهي طريه. شوف درتهم هادوما في هاد لي غامكان بعد ما دهنتهم يختمروا ثاني مره ندهنهم ويدخلوا للفوق. نشوفوا كذلك الدجاج تاعنا، درت سلطه خفيفه ثاني بالجزر تمشي مع الدجاج مع هاد البطاطا، زروديه ثوم معدنوس زيت زيتون قارص، يعني حاجه خفيفه تقدروا باك تعززوا هكا بشويه جوز تقدروا لا تخلوها كيما راهي. هنايا كملنا الكميه تاعنا خليها تختمر وبعدها ندخلها في الفوق. من فضلك سمية قولي لي شيف يعملوا لنا وصفة الزميتة تلمسانية اللي هي طمينة بصح بدقيق القمح والزرارة، راني نشريها غالية تعيشوا على المهنة ومليحة بزاف للصحة. تعرفيها زميتة؟ نعرفها ايه. يلا يديروها لكم ان شاء الله، خاصة انه فيها العديد من الفوائد. فكرتيني في الوسمو انا نموت على مشي طمينة دوك نقول ما قلتها الروينة. شحال نحبها وفيها يعني شتو وش فيها فوائد، فيها العديد يعني من الفوائد
للمرأة المرضعة للصحة اللي عندهم فقر الدم اللي عندهم بزاف شحال نحبها. هذيك لازمها حصة سبيسيال روينة قدمها مشوشة قدمها شوية طمينة هذيك لازمها حاجة سبيسيال حالة تاع اسمها روينة شغل تاع زعما فواياج وتاع تاع واحد زعما هكا ما عندوش ولا ونلقاوها ثاني على برا بزاف يعني هذا الوسمه. انا كنت نقرا في الجامعه كانت ماما دائما دير لي لا كانت ماما دائما دير لي مسكينه ساشي تاع الروينه ودخلت لي معاها السكر من بعد نزيد لها غير المدافي ياه واحد البنه زعما كي نكون مشومره بودره اي بودره هكا وجدتها ميلونج وي جيت نزيد له غير الماء سخون تجي بزاف بزاف بنينه وفيها العديد كما نقولوا من الفوائد. وكاين ربما ناس حنا ثاني نمدوا لي زاسوس على الناس اللي عندهم ناس اللي ما عندهمش كاين دي ماسون ما على باليش اجون برا هكا دي جيتيديون تشد مشبعه يعني وتشبع صح وتشبع ان شاء الله اكيد نشوفوا كامل هذه الوصفات وصفات الزمان صح. دشتي انا شوفوا ديجا راني نقصت له ما خليتوش يعني شوفوا ديجا بدا يدي لون شحال نخلوه زعما يقعد خلوه شوفي الكل هكا يعني هاد الكبيسه هذوما خمسة هكا دقائق على نار قليله خمسة ست دقائق دوك هذوما شويه ونحيهم نكمل هذوما خليهم يختمروا نديروا السلطه الخفيفه تاعنا ما بيد يخمروا نديروهم في الفوق الفوق راهو ديجا مسخن بعد ما درنا البطاطا تاعنا ندخلوا على 200 درجه الفوق والتحت واللي ما عندوش يخلي حتى يطيبوا وتسيباراو من الليمون تاعهم يشعلهم من الفوق هنا برك بانسو دقيقة باش نجيو نديرو السلطة تاعنا. السلطة تاعنا درناها خفيفة اليوم تاع الجزر، تقدروا إلا عندكم الكرملة هو الموسم تاعو تقطعوه ثاني رقيق كمية قليلة يكون الجزر هو طاغي كثر يعني. نديرو معاه سنة تاع الثوم، هذي تماشى مع الدش تاعنا وكاع. فكرتينا في يامات الزمان عاوي. درنا نهار الخميس غولي سميناه الزمن الجميل كي كنا نروحوا يعطونا الجو والغولي هكاك منفخ مع المعجون الداخل والسكر كلاص معمر درنا نهار الخميس جي بنين الله الله فكرنا كي الجو هاك الجو كان يقدموا حبه رولي صح صح الحالين الى صح قدمت وصفات ولا غير وصفات هايلين شغل نقولوا كبرنا بهم وصفات كان نعاودوا نرجعوا نلقاو باللي كانوا فيهم فوائد تاني نهار اللي دارت الشفنا ديال بسس بالعسل بالعسل كنت تفكري بلي كنا كي كنا نقراو زعما ندخلو تشمي هذيك ريحه المبسس ولا نروحو عند ماني ولا لازم تشمي الطعام يا المبسس يا البغرير صح بيناتنا الوقت تبدل ماشي كيما الوقت تبدل وكنت جايه على بالي بصح تبدل الوقت ولا كنت جايه دوكا مع زميلنا شوفير معنا مع السائق كان يقول لي قال لي شايت بصل وطوماطيش تاع زمان قال لي رحت لدار يما الله يرحمها قال لي داروا لي بصل وطوماطيش قال لي والله يسوم يأمنيني البنه ماشي كيما بنت زمان قال لي الطوماطيش بكري ما كدير دايره ما فيهاش الزريعه وهي نفس الطوماطيش بصح ما باش تجيك بلي ما فيهاش الزريعه صح الذوق يعني يختلف وبنت زمان والعيشه مع الوالدين والحاجه اللي ديرها الام دائما تقعد البنه تاعها فربي يحفظ لكم ميماتكم وربي يرحم جميع الموتى وجميع الامهات ان شاء الله ربي يرحمهم خاصه والده زميلنا فاروق ترحموا عليها الله ترحموا على كامل الناس اللي ماتوا يلا ديجا ها انا اليوم غير في الزمن الجميل شلاضه تاع الزرودي مشي معاها مشي تماشى لازم نهربوا شويه بالثوم و ومعدنوس وقرص وزيت الزيتون والملح رائعه يلا نستقبلوا اتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام مساء النور كي راكي غايه غايه الحمد لله انت كي راكي لاباس الحمد لله فاطمه من تلمسان فاطمه مرحبا بك الله يسلمك نحبك سويا نموت عليك حبيبتي تحبك الجنه ان شاء الله انا ثاني نحبكم الله يحفظك نموت عليك ربي يحفظك الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله واش راه من تلمسان شام العائله لاباس الحمد لله السؤال عليكم الحمد لله سلمينا عليهم كامل الله يسلمك واش راها بشرى شاف ناديه كريمه الحمد لله في نعمه يا رب الحمد لله انا متابعه وافيه لكم الله يبارك ان شاء الله تبقاي دائما وافيه
امين امين. نحبكم اللي كانت زهره وانا نتبع فيكم. تحيتنا ليها زميلتي زهره زيروني، تحيه ليها. نتبعك انا وماما. سلمي لي عليها بزاف عليك. سلمي لي عليها بزاف بزاف، ربي يطول في عمرها ان شاء الله. امين، ربي يحفظك ونموت عليك، نحبك والله انا نحب نتبعك نموت عليك. حبيبتي حبيبتي الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. شكرا لك. امين امين. شكرا لك. الله يحفظكم، ربي ينجحكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، احنا والجميع. نحب ديروا لنا المطلوع خبز تاع الكوشه. ولا نديرها ما يخرجوش. نديروا انواع الخبز، حبيتي تام تاع انواع الخبز، مطلوع كوشه هكا؟ ايه واه هكا. ان شاء الله تما كي تخلي الحمان ولا تسخانه حطيتينا في حوسه تعطيني الفكره تاع المطلوع. لا انا مش انا اني مش نتزوج عليها يعني نتعلم هكا. ان شاء الله كل شيء مبروك. الله يسلمك صحيتك. كل شيء مبروك ان شاء الله، واكيد نعطيكم الوصفات هذو تحقيهم. وحاجه الله يعمر دارك تانسيه ربي ان شاء الله. ان شاء الله انا وكل محروم يعمر كامل ديركم يا رب. امين حبيبي. راكي تتعلمي كاع في الطياب؟ واه كامل شهرنا فوتها غير نتعلم في الطياب نتعلم. رمضان فوتي تتعلمي وتعلمتي؟ تعلمتي؟ شويه فت شويه شي وصفات من عندكم. الله يبارك الله. ما دروكا كي حاصله غير في الخبز نديرو. ايه ما نعرفش نديره، اني حابه نتعلم لا نديره حتى ما يخرجليش الشباب. خلاص ايه نعطوك الوصفات اكيد اللي تساعدك ان شاء الله، وحتى كي تكوني عروسه تزيدي تبعينا تزيدي تدي الوصفات. وانا نحبش كاع نتسنى ديجا نحبكم، عندي عامين وانا نتبع فيكم اللي كان زهره. ربي يحفظك الله يرضي عليك. زهره وشاف نعيمه ليلى تحياتنا ليهم اكيد. ربي يحفظكم. نحبكم سيرتو سميه نحبك. الله يعطيك ما تتمنى. الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. كامل نحبكم كامل انا بزياده خاصه صيام وتعريف. ربي يحفظك. شكرا شكرا. انت وزوجة ساعك اجمل ثنائي، ربي يخليكم بعضياتكم. شكرا شكرا ليك، ربي يحفظك الله يعطيك ما تتمنى. امين امين حبك. ان شاء الله نتمنى لكم حياه سعيده انتم كذلك. امين امين حبك. شكرا ليك شكرا. ما تنساونيش من الوصفه. ما نساوكش ما نساوكش. وقتاش تزوجي؟ هاد شهر 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 تاع ماي. عليكم على ديروا لها المطلوع دبروا سانك. خلاص خلاص نديروه والله. وعد مني انه يندار ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك. احبك تنحبك وربي يهنيك ان شاء الله وزواج الدهر والف مبروك ليك. ان شاء الله. امين امين. مع السلامه. ربي يهنيك. يا ربي ربي يرزقك الذريه الصالحه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هي باي باي. مع السلامة. كامل عليهم. مع السلامة. شكرا لك. مع السلامة. إنسانة رائعة ربي يحفظها إن شاء الله، تحية ليها وكل المتتبعين توعنا من تلمسان. يلا نرجع لك كريمة، راهي 40 دقيقة شتي كيف الوقت؟ سيبو هاكي صبري روحك. عجبتني تصبري. جوج ساعة بكا يطيب. نروح ندهن. ناكل منه. كلي منه روحي ديري القارصو. هات لك 9 دقائق. خلاص راني رايحة ندير الكلاصة شتي أنا. بسم الله. روحي كملي. انا بدي جات واش درت لي بسكيت كلاص قلت لك بنت زمان قولي بيجي راهي درت لي ورقه شلاضه قالت لي هاكي روحي قنينه روحي كي اسي با كيف ما قلت لك جاتين زعما هاكي روحي بدا يكولي الله الله عليك كملي زعما حنا نشوفوا ما ديروش علينا بارطمان الصايمين انا جي انا جيت خممت خممت لك هكا صافي حق ربي انا عطاتني الورقه من بلا قنينه ولا هكا جا مليحه هايله صحيت يسلمك خليها لي في الفاصل اكيد البريوش تاعنا واش راح نديرو راح يطيب اكيد قلنا لكم يختمر ثاني مره لي بول تقدروا 70 80 غرام تقدروا اكثر باش يتكونفل اكثر انتم واش تحبوا تحصلوا على شوفوا البريوش تاعنا هنا بعد ما طاب هنا اللي مش داهنا الشوكولاته ختيني هنا هذيك كي طاب كي طاب ايه هنا بعد ما طاب قلت لهم درجه الحراره شحال شحال يقعد 60 درجه ربع ساعه مسخن من قبل دائما شوفوا علاش قلت لكم لازم العجينه تكون خفيفه باش الداخل كي بوشي وبعد ما نديروه هنايا يعني الداخل كي بوشيوه تدخل كميه ما تكونش عندك الداخل عجينه بزاف وراح نديروا له ان كلاصاج غومون راح قبل ندير الكلاصاج في الميكرووند قلنا شوكولا ديت لهنا شوكولا تختيلي شوكولا تختيلي راح نديروها لداخل وبرا اخترت شوكولا راح نديرو شوكولا الباتيسيي راح نستعمل انا شوكولا بين شوكولا داكنه يعني نص نص كما لكم الاختيار وشوكولا بالحليب دونك هنايا راح ندي شوي شوي
واخترت ندير معها شويه لوز كنت حمصته ورحيته على الخشين، ضروري يكون محمص وبارد باش تطحنوه. تحبوا ديروا كاوكاو اكيد لكم الاختيار. هذا نسموه سان غلاساج غورما، يعني الشوكولاته تاعنا كي تكون هكاك تكون عادي، نزيدوا لها زيت تكون غلاساج لاكتي، نزيدوا له مكسرات يولي غلاساج غورما. هنا راح ندير الشوكولاته تاعنا، ديرها الذوب. اي الذوب. يلا وردت الامل ورده، يعطيك الصحه، قالت لي روحي لتيارت ليا بالذات للدار، روحي وروحي لتيارت وروحي ليا بالذات للدار، ندير لك روينه بالتمر والعسل والزبده تاكلي صباعتك من موراها. مرحبا بك سوسو، يعطيك الصحة وردة الأم، ربي يحفظكم كامل التعليقات والله ما شاء الله. معها نهار. لا قالت سومية، قالت سوسو ديجا. خلاص أنا ولينا صحابات أنا وياه. يعطيكم الصحة والله. يلا ندوبوا الشوكولا تاعنا. هاك شكلها ثانية. ها هي شكلها 30 ثانية، بعدها نديروا فيها هذاك اللوز أو الكاوكاو اللي رحيناه على الخشن وحمصناه. في الوقت هذا أنا يا بعد بريوش ما يبرد نجو نفوشيو الشوكولا تاعنا. فوالا شيطفى هذا ما عرفش نطفيه. نديروا فيها الشوكولا من الداخل. ايه نديروها الشوكولا من الداخل، اللي ما عندوش هاد لادو يقدر يستغنى عليها. يدير غير هذه، ينقص يفتح فتحه صغيره باش ما تغلبوش ويدير الشوكولا نتاعهم. يلا خلطوها باش ما تحرقش. ايه ها هاتي نعاونك. ايه مازال توي. ما نحبش هذيك تحت اللي تحرق لي. هي هذاك هو الاشكال، كي نخلوها عليه يقولوا شوف 30 ثانيه، دير لك تتحرق صيبه. جست على ثانيك. زدنا الاطراف الزوج الاخرين، راح نزيد له شويه فقط. طابو الله الله وتحميره شابه وحاجه تاني. حجم صغير هنايا، ثم تقدروا درتهم 70 حتى ل 80 غرام، ثم تقدروا تروحوا حتى ل 100 غرام، يجوا كبار كثار ولا يعني كل واحد والغرض تاعو، يحب يدير حبيبات كبار ولا انا نفضلهم هكا باش ايه. ميم كي تاكليهم شغل ما تخليش ال تقدروا ما ديروا الشوكولا ديروا لداخل ثانيك معجون كيما تحبوا، ديروا فيه بوش طوشيوه لداخل كيما هنا درنا تاع الفراز وديروا له كلاصاج، يمشي لنا الفراز مع الشوكولا، يمشي تشينا مع الشوكولا والشوكولا مع الشوكولا، يعني عندكم الاختيار في هذا في الاذواق. ما عرفت هكا التليفون سمية راهي لانه الوقت حبيت اما ايه. تعطيهم ال هاي دابت دابت صيبو خص هذوك حبيبات معليش يذوبوا مع سخانتهم. فوالا نذوبوا الشوكولا تاعنا. اي صيبو دابت صح. فوالا نزيدوا لها نسبه من المكسرات، المكسرات اختياري انتم حتى يولي عندكم تحبوه ثقيل القوام من الفوق تحبوه خفيفه. فوالا ونجو نغطسوا الحبيبات تاعنا وتخلوهم يعاودوا ينشفوا كيما هادو ما هم ناشفين. دوكا نجو نجوزوا البريوش تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا وخلوه ينشف. يلا ثلاث دقائق كريمة. سي بون ربي نساعدك. الدجاج تاعنا ويطيب، البطاطا تاعنا طابت يعني معاكم، السلطة تاعنا جاهزة اللي اخترناها اليوم باش تجي مع الدجاج حاجة خفيفة. وكنديروا بديتيت صوص برك ونقدموا الدجاج تاعنا. الكلاصاج تاعنا حتى ينشف هنايا كيما قلت لكم درت خليط بين السوداء وبين بالحليب كيما هنايا ها هي يعني ناشفه الكلاصاج ينشف ها هو كيما هنايا درتها قلت لكم بالمعجون، تقدروا ديروها بالمعجون وديروا لها ديروها يعني الفوق الكلاصاج تاعنا اللي درناه يتمشى كذلك معاه. دارت حاله روينه تاعي ام ناصف قالت لي والله يا سميه نديرها سنا، قالت لك روينه نديرها كل سنه نخدمها ونصدقها. شوفوا ما شاء الله على الشقريطه تاعها، قالت لي نصدقها، قالت لي والله غير نديرها سنا ان شاء الله ونجيبها لك ربي يعطيك على حسب نيتك. ام ناصف حتى ما جبتيهاليش كانها لحقتني، مادام كي تصدقيها صدقه مقبوله ان شاء الله عليك
وعلى كامل اللي نويتي عليهم الصداقه. يعطيكم الصحه والله، تعليق فعلا عائله يعني، تقراي في التعليقات تحسي بواحد الحاجه والله ما شاء الله. يلا هادو هما وصفتنا تاعها اليوم. الدجاج كما قالت كريمه راهو يطيب، الخضر سنيت الخضر تاعنا الثاني راهي واجده، البريو شفتوا كيفاش تقدروا ديكوريوه، كيفاش دارت له شوكولا، الكاناش تاعو من الفوق، كل الاشياء يعني راهي قدامكم. كانت استعملت هنا شوكولا بالحليب و بس خليط بين الشوكولا السوداء وشوكولا بالحليب. الشوكولا بالحليب يقدروا يديروا غير سوداء، المهم يبقى الذوق ليها ويزيدوا لها هذاك المكسره باش تولي لهم كلاصاج غورمون. يلا هذيك هي مشاهدينا، خرج وقت الفاصل ولا مازال عندنا الوقت؟ مازال عندنا دقيقة عايا نديروا هذيك اللعبة تاع الوصفة ولا الدجاج ولا لعبة سميتها لعبة، لعبة الطبق وال يلا نبدا لك بهادو. نستنى هاي باش تكفينا دقيقة، وراني عند شيفا هاي. يلا الوصفة وقدامها عطيني الوصفة تاعها، وجدوا تليفوناتكم اقعدوا شوية بحيث ما يصوروا ومن بعد نحيوها. ابدا هكاكم نغمه صورتو صح. هذا طبق الاول وريناهم الدجاج كيما يخرجش الماء، معناتها راه طاب للقلب فوالا. طيب طيب صح. انا باش كريمه قالت لي وري لهم صح. لا لا بس يحبوا يتاكدوا اسكو طاب لا ما يغلي. طيب طيب او باين باللي طيب، دوك بعد نفتحوا لهم وحده. يلا هذه الوصفه الثانيه. فيها هذه وفيها الوصفه الثانيه، يعني زوج وصفات في وصفه. تاع الدجاج هذا وتاع الصينية البطاطا. كاين ثلاثة. تري بيان، هادو ثلاثة تاع الوصفة هادي. تري بيان، يلا وشنو بقات لنا؟ بقات لنا لا سالاد برك وال خلاص. يلا بقات لكم وصفة لا سالاد هادي. الوصفة الثانية على الشاشة، تري بيان. هكذا ما عندكم كامل الوصفات اللي درناهم نهار اليوم. الناس اللي ما تبعوش اللي ما شافوش هام قدامكم هكذا، خلوهم في الهاتف تاعكم، قدرتوا ديروهم اليوم ديروهم، ما قدرتوش يقعدوا لكم في الهاتف تاعكم في الكالغي. شكرا لك شيفا، يعطيك الصحه يوسف. كريمه يعطيك الصحه. مشاهدينا نروحوا على فاصل صغير نعود نولي. حضرناهم اكيد ولا حضرتهم شيف ناديا. شيف ناديا معليش الشيف كريمه دي تاع الولايه تخدم بلديه ديشيا. شيف كريمه انفيرس علي حبيبتي لنهار اليوم، كان دارت البريوش، دارت الشلاضه ودارت كذلك الدجاج. حبيتك تورينا فقط الدجاج تاعنا، الدجاج كيفاش باللي راهو طايب، لانه طاب قدامكم باش تعرفوا انه هذه الطريقه فعلا طيبوا بها. هاو قرمشه كيما يديروا هما القرمشه. هي زوج فراس نغمه مو احسن. هاهي المهم نقولهم في القلب باللي طاب. طايب بعد ضم بالعاني وريت شوفوا طايب الله الله حتى لداخل طاب قدامكم هذا. باش تعرفوا باللي فيه قرمشه طريقه القرمشه اللي نحبوها صح. يعطيك صحه كريمه، شكرا لك حبيبتي على وصفاتك، ان شاء الله في ميزان حسناتك. انتم مشاهدينا الكرام نقول لكم تهلاو في رواحتكم، وغدا ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت، بس ماشي معايا انا، حتكون معكم ان شاء الله اسيا مع الشيف نادي، خدمكم باطباق رائعه. نتلقى بكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم السبت ان شاء الله. كونوا بخير وعلى خير وكونوا اوفياء دائما.